على فكره ديانج دوت كان هنجيبه ب 35,000 دولار على فكره، ما حدش يعرف، ما حدش يعرف الموضوع ده. واحنا ماسكين كده مصر ايه واحنا إيه؟ بنلعب في افريقيا اليو ديانج ده مع المصري فكنا في لعب قصادنا وكلمنا، كان بيلعب في الجزائر تقريبا. لا لا لا, لا قبل الجزائر بيلعب في مالي. لا والله دوجوليبا المالي، دوجوليبا المالي ولعب قصادكم ولعب قصادنا وقلنا ولفت نظرنا وقعدنا مع الناس مجلس الاداره. طبعا تعرف الناس في افريقيا طيبين يعني تمام اي حاجه نفسهم بيرضوا بيها. عملت ايه؟ اتفقنا انفصال مع رئيس النادي ان ياخد 35 او 40,000 دولار. وده اتكلمنا من الناس اللي كانت موجوده ماسكه الاداره في النادي، يا جماعه لعيب كويس قوي، لعيب هيكسر الدنيا وصغير. فمحدش سمع كلامنا. حاولنا تاني والراجل لما جم القاهره قعدنا في الفندق والراجل مستني نديله الفلوس، محدش يديله. واديكوا استغنى عن اليو ديانج؟ وديانج اتباع الاهلي جابه بمليون و200 الف دولار. ما هو جابه من الجزائر. والله من 35 ل 40 الف دولار متفقين، والراجل مستني وكان بيرقص، ده كان كمان يعني يا لو ضغطت عليها كان بيبقى 25. ده جزء من الفلوس دي قطعها بجيب يعني يجيب حد فيهم من الاداره من الناس بتاع افريقيا يعني. هم أيوة. هم كده كده هم بياخدوا عموله اصلا كل يعني رئيس النادي الفلوس بتاع اللعيبه بتاعته يعني. اوكي قطع الدنيا كلها. ده كان مين رئيس النادي او كان مين يا كابتن رئيس النادي المصري وقتها؟ لا انا بتكلم على الفرقه بتاعت مالي. لا مين كان رئيس النادي المصري وقتها او مين كان البورد؟ كان معانا الحاج سمير حلبيه. اوكي. وكان مع محمد قابيل، ومحمد قابيل حاول معانا وبتاع، بس هم الناس النادي قال لك ما يقدروش يعني يعملوا يجهزوا ال 45 قصدي ال 40,000 دولار او 35,000 دولار. شفت النهارده يا كابتن سعره يعدي ال 5 مليون دولار. كفايه مستواه كمان. طبعا يعني كانت هتبقى والله صفقة. دي حقيقه على فكره، واسالوا الوكيل موجود. لا ما انا مصدقك ديانج كان بس دي جديده دي يعني ديانج كان اصلا ممكن المصري يجيبه ب 30 40,000 دولار. دي حقيقه يعني دي محدش جديده دي. ديانج يعرف. وقعدت معايا يا كابتن هو شخصيا اليو وقتها؟ لعيب كان صغير وهو فرحان ان هو مش مصدق ان هو جاي النادي المصري. وقعدت وقتها معاه يعني انت قعدت شخصيا يعني مع اليو؟ قعدنا وخلصنا كل حاجه مع والراجل مستني نفسه ياخد الفلوس باي طريقه عشان ويسيب لنا الولد وكده. ما فيش يعني شوف لفه الايام. اللي بعديها بسنه ولا بعديها النادي الاهلي جابوا مليون و200 الف دولار. طبعا لان هو راح الجزائر والاهلي خده من الجزائر فباعوه غالي. وتلاقي الجزائر على فكره خدوه برضه ب 40 50,000 دولار اكيد. بص اقول لك حاجه، انا شايف في مدربين او في لعيبه، احنا مصر بقت خليجي مش عارف ليه، انا مش فاهمها. احنا الاسعار بتاعتنا مرتبات ومرتبات لعيبه واجهزه اجانب اعلى من اي حته يعني. انت الراجل اللي كان بياخد نص ال 50% قصدي بياخد 100% هنا بياخد 50% في السعوديه وبياخد 50% في كابتن كيروش هنا كان بياخد 120,000 راح ايران ب 50,000 ب 50,000 بعد شهر وموسيماني بعد... نفس الشيء برضه مش وموسيماني نفس الشيء وراح السعوديه كمان يعني مش راح اي حته واهلي لا. جده يعني نادي غني ونادي معروف فانا شايف ان هنا في حاجه مش مظبوطه. طب طبعا طب يا كابتن بص ده ملف يا كابتن خد بالك في غايه الخطوره ملف يعني وريحته وحشه. انا طبعا مش عايز اتكلم عشان ما حدش انا بتكلم في الكوره في النهارده في الماتش انما انا بتكلم بصفتي راجل مصري مواطن مصري وراجل لا واكيد يعني انت بتمتلك معلومات شويه تاريخ في الرياضه يعني. لا يا كابتن تاريخك كبير بس انت اكيد بتمتلك معلومات لان انت في الفيلد نفسه اكيد وانت بتجيب لعيبه بتشوف حاجه اكيد انا شايف احنا في مواقف العالم كله في مواقف ماديه صعبه واقتصاديه صعبه. انا رايح اجيب سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات سواء اولمبي او اول بعمله صعبه. طب انت ما حدش سال نفس حد سؤال، انتوا بتجيبوا العمله الصعبه ازاي بتديها للمدرب او اللعيب الاجنبي او الحاجات دي؟ ما انت كده بتعملها سوق سودا يعني. ما في لازم الناس كلها تتحاسب بصراحه يعني. انا بتكلم وخد بالك بعيد بقى عن يعني عشان نقفل بقى الموضوع محتاج استرسال اصله معلومات بس هنختمه بانه خد بالك مع الوضع في الاعتبار انه العمله كمان تضاعفت. لا خلينا في ان ما فيش دلوقتي لا تضاعفت كمان ايه يعني انت النهارده اذا كنت بتدفع مليون جنيه بتحولهم دولار بقيت تدفع اتنين يعني كمان راتب المدرب حتى لو ساب الدولارية ان هو بالمصري تضاعف. طب ليه؟ مش عارف. طبعا يعني مش مثلا ومش شايفينه واو
ومش شايفين واو يعني، ما شفناش ليفربول، مش شايف ما عملوش يعني. ليفربول يعني ولا عملوا